يقول السائل: جاء عند الترمذي وابن ماجه عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي رواية وهو محرم صائم. السؤال: كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع بين هذين الحديثين أن رواية احتجم وهو صائم غلط، ما هي صحيحة، وإن كانت في البخاري، لكن اللفظة هذه غير محفوظة كما يقول الإمام أحمد وكما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الرواية هذه وهو صائم غير محفوظة، والصحيح أنه احتجم وهو محرم فقط، وأما رواية احتجم وهو صائم فهي غير محفوظة، ولذلك أعرض عنها الإمام مسلم ولم يروها، بينما شيخه البخاري رواها، هو أعرض عنها لأنها غير محفوظة. فالصحيح رواية احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا هو الصحيح. فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم على أصله وعلى بابه، أن الحجامة تفطر الصائم لأنها سحب للدم الذي به يقوى جسم الإنسان،